موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. أعلنت الجبهة الشعبية اليوم عن مقاطعتها للجنة متابعة الحوار الوطني بسبب ما وصفته بعدم وضوح الرؤية وعدم التوصل إلى نتائج جدية وتملص بعض الأحزاب من التوافقات التي تم التوصل إليها. وقال حما الهمام ناطق رسمي باسم الجبهة منذ قليل إن ما تم التوصل إليه من توافقات تم الالتفاف عليه من قبل حركة النهضة، وهناك مساع لتمرير مشروع الدستور دون مراعاة التوافقات الحاصلة. قال رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي إن اللجنة رفضت عقد اجتماعها اليوم بسبب عدم توفر شروط لا سيما المتعلقة منها بعدم تمكين اللجنة من نسخة أصلية من مشروع الدستور. وفي المقابل قال المقرر العام لدستور الحبيب خضر إنه ليس هناك شرط في النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي على أن ينص على أن تتم إحالة مشروع الدستور نسخة أصلية على اللجان التأسيسية. هددت النائب عن الكتلة الديمقراطية سمير مرعي بمقاضاة القيادي بحزب المؤتمر سمير بن عمر على خلفية اتهامه لها بتعطيل مشروع قانون تحصين الثورة. وأكدت مرعي أن كل ما ذكره بن عمر لا يمت للواقع بصلة، مطالبة إياه بالاعتذار. كما استغربت أن يدلي رجل القانون والمستشار السابق لرئيس الجمهورية المؤقت بمثل هذا التصريح وأن يكون جاهلا للإجراءات الإدارية للمجلس التأسيسي على حد تعبيرها. وختاما، طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير في رسالة عاجلة بعث بها اليوم إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة للإعلام. واعتبر الائتلاف السعي إلى إحداث هيئة تعديلية مشكوكا في استقلاليته وحيادها سيؤدي دون شك إلى تمهيد سبيل لقيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.